السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مرة تشوف الفيديوهات، انا اسمي محمد طلعت مدرس فيزيكس. يا ريت لو بتشوف الفيديو على يوتيوب تعمل لايك كدعم للقناة وتعمل شير لكل زمايلك اللي في ثالثة ثانوي او على حسب السنة اللي انت فيها. طيب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بقية السلسلة بتاعتنا لثالثة ثانوي. هنتكلم عن الفاكتورز اللي بتأثر على الالكتريك ريزيستنس. كنا اتكلمنا في الفيديوز اللي فات عن 3 rules، اتكلمنا عن 3 قوانين. كان في قانون بيربط الريليشن ما بين الالكتريك كارنت انتنسيتي والكوانتيتي اوف تشارجز او الكوانتيتي اوف الكترونز والتايم، وخدنا رول تاني بيربط ما بين البوتنشال ديفرنس ما بين تو تيرمينالز او ما بين تو بوينتس والورك دان تو ترانسفير الكوانتيتي اوف الكتريستي او الكوانتيتي اوف تشارجز. وكنا خدنا اخر رول اللي هو اومز لو، اللي هو بيقول لي في ايكوال اي ار، او ممكن لو انت عايز الاي ايكوال في اوفر ار مش هتفرق، يعني هو ليه كذا صيغه. انا بحب او ممكن تكتبه كده عادي، هو برضه في ايكوال اي اي ار. طيب وكنا خدنا في اومز لو، قلنا هو اصلا ايه الديفينيشن بتاعه. كنا قلنا ان الالكتريك كارنت انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا بوتنشال ديفرنس between externals at constant temperature. ولما جينا ذكرنا الحتة بتاعت constant temperature دي، قلت لك هنشوفها ان شاء الله في الفيديوز الجاية اللي هو الفيديو ده. طيب ايه ده يعني كده temperature بتأثر على electric current intensity؟ ايوة. طب ليه؟ علشان temperature من ضمن العوامل اللي بتأثر على resistance. طيب دي كده كمقدمة للي انا ايه حابب اقوله النهاردة. يبقى انا هنتكلم عن الفاكتورز اللي بتاثر على الالكتريك ريزيستنس. طب هل التمبرتشر بس؟ لا، تعالى نتخيل كده مع بعض واحده واحده. انا الاول انا عندي اربع عوامل، فور فاكتورز بيأثروا على الالكتريك ريزيستنس. اول حاجه تخيل معايا كده، لو انا معايا سلك مثلا 2 متر، وسلك تاني من نفس الماده، انا مثلا ده كبر وده كبر برضه، بس الطول بتاعه ضعف 4 متر مثلا. فور اكزامبل مثلا هنقيس الريزيستنس بتاع السلك ده، هتلاقيها مثلا 5 او. تيجي تقيس الريزيستنس بتاع السلك الاطول هتلاقيها زادت، بس هتلاقيها زادت بنفس النسبه. يعني ايه؟ يعني ده الطول بتاع ده ضعف ده الدبل، فالريزيستنس برضه هتلاقيها الدبل. تمام؟ ده بدل ما هو 5 هتلاقي ايه؟ هتلاقي بقت 10 اوم. ايه ده؟ يعني ايه اللي انا استنتجه من الحته دي؟ ان كل ما اللينث بتاع الكوندكتور بيزيد، كل ما الريزيستنس بتاعتي بتزيد. فهنا في علاقه ما بين الريزيستنس واللينث، تعتبر ايه؟ دايركت ريليشن. طيب يبقى ده اول عامل عندي. تاني حاجه، او بصوا يا جماعه عشان برضه تخيل، هنا اكنك جبت السلكتين من دول جنب بعض، واحد اتنين، واحد ايه اتنين كده جنبين، اكنهم تو ريزيستورز يعني. تمام؟ يعني انت لما هنا طولت السلك اكنك جبت تو ريزيستورز حطيتهم ايه ان سيريز او ورا بعض. طيب افرض بقى جبت التالي، جبت سلك الكروس سكشنال اريا بتاعته. يعني ايه كروس سكشنال اريا؟ القلم ده مثلا اديله السلك بتاعي، ده اللينث بتاعه. ايه بقى موضوع الكروس سكشنال اريا دي؟ الحته دي اللي احنا بنسميها مساحه المقطع، ده المقطع كده قطعت كده. الحته دي اسمها دي الاريا او الكروس سكشنال اريا بتاعه السلك بتاعي. هنا القلم يعني كاكزامبل للايه؟ للسلك. وهنا الاريا دي تعتبر اريا بتاعه سيركل، صح؟ اللي هي ايكوال باي ار سكوير. طيب لو انت جبت سلك الكروس سكشنال اريا بتاعته مثلا هنا فور اكزامبل 2 متر، خليها بالمتر. ليه مش بالسنتي؟ عشان انا حابب اعمل اليونتس بتاعتي كلها بالاس اي يونت. وهنجيب سلك تاني برضه من نفس الماده بس اوسع، هتلاقي اوسع كده شويه مثلا 4 متر. نيجي نقيس الريزيستنس بتاع السلك ده، هنلاقيها مثلا 100 اوم،
دي ارقام تخيليه بس عشان تفهم. طيب انا لما اجي اقيس الريزيستنس بتاعت السلك ده هتلاقيها اكبر ولا اقل؟ لا هتلاقيها اقل. الريزيستنس مثلا هتلاقيها هنا ايه 50 اوم. ايه ده؟ يعني هنا لما الكروس سكشن اريا زادت للدبل الريزيستنس قلت للنص بنفس النسبه. يعني دي لما تزيد للضعف دي تقل، يعني او بيحصل لها العكس، بتقل بس بنفس النسبه. تمام، قلت للنص. مثلا ده لو زاد 3 مرات الريزيستنس هتقل 3 مرات اند سو اون. طبعا ليه؟ كل ما الكروس سكشن اريا بتزيد كل ما بيبقى فيه سهوله لحركه الالكترونز انت حتى تتخيلها. يعني هو اصلا الريزيستنس دي تبقى ايه؟ الريزيستنس دي بتبقى للالكترونز اللي ماشيه في السلك. فانا بالنسبه لي انا وسعت له الطريق، فالالكترونز هتمشي ايه؟ هتمشي بحريه اكتر، فهتمشي اسرع. تمام؟ لكن هنا الطريق هنا ضيق، وهنا الالكترونز ليها سرعه محدده، فبالتالي هيبقى في المكان هيبقى ضيق، فالالكترونز هتبقى مخنوقه مش هتقدر تمشي، ويحصل كمان ما بينها كوليجن، او يحصل ما بينها تصادم وما بين الاتومز بتاعه الماده. لكن هنا كل ما بوسع كل ما الالكترونز بتمشي بسهوله، فبالتالي الريزيستنس او المقاومه للالكترونز هتقل. طيب تالت حاجه بالنسبه لي قبل ما نذكرها، يعني هنا طب هنا نقول ايه العلاقه ما بين الريزيستنس والكروس سكشنال اريا؟ سوري انا غلطت غلطه، يعني انا بتكلم لو انا بتكلم على الدايمتر هنا تمام، لكن لو هتكلم على الكروس سكشنال اريا فاليونت بتاعتها الايه؟ بالمتر سكويرد او سنتيمتر سكويرد. يعني انا مثلا انا بتكلم عن الاريا اللي هي كروس سكشنال اريا، فالعلاقه ما بين الريزيستنس والكروس سكشنال اريا انفرس ريليشن. تمام، يعني كل ما الاريا بتزيد الريزيستنس ايه؟ بتقل، والعكس. طيب ثالث فاكتور عندي، مثلا فور اكزامبل لو انت جبت هنا سلك مصنوع من الالومنيوم وسلك تاني مصنوع من الكبر، وهما الاثنين ليهم نفس الدايمنشنز، يعني ليهم نفس اللمف، ليهم نفس الكروس سكشنال اريا، هتلاقي ان الريزيستنس بتاعت الالومنيوم مثلا فور اكزامبل هتلاقيها مثلا 4 اوم 4 اوم، وهتلاقي الريزيستنس بتاعت الكبر اقل هتلاقي 3 اوم. هي طبعا مش بنفس النسبه، لكن فور اكزامبل هتلاقي مثلا الكبر الريزيستنس بتاعته اقل من الالومنيوم. طب اشمعنى؟ مع انهم ليهم نفس الطول ونفس الكروس سكشنال اريا. دي بقى حاجه بتعتمد على الماتيريال نفسها، بتعتمد على الماده. كل ماده بتختلف عن الماده الثانيه في حاجه اسمها ريزيستيفيتي، او بنسميها سبيسيفيك ريزيستنس، اللي هي السيمبول بتاعها رو اي. دي بسميها يا شباب بسميها ريزيستيفيتي، او ليها اسم تاني اللي هي سبيسيفيك ريزيستنس، اللي هي المقاومه النوعيه. المقاومه النوعيه ودي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على نوع الماده. طبعا هنا كل ماده بقى ليها سبيسيفيك ريزيستنس، ليها فاليو ثابته معينه. يعني الكبر ده ليه ريزيستيفيتي ثابته، مش ريزيستنس ثابته، لا ليه ريزيستيفيتي ثابته. هي مثلا اللي بتخلي، وعلى فكره الكبر لمعلوماتك الريزيستيفيتي بتاعته اقل من الالومنيوم، فبالتالي الريزيستنس بتاعته هتبقى اقل من الالومنيوم، فعشان كده احنا بنختار الاسلاك بتاعتنا من الكبر، توصيلها اسرع او بيبقى توصيلها اسهل، فبالتالي اللص في الانرجي او الفقد في الطاقه هيبقى اقل. فانا بفضل الكبر عن الايه؟ عن الالومنيوم. طبعا عوامل كتير بتاثر على الريزيستيفيتي، من ضمنها مثلا التوزيع بتاع الاتومز. يعني مثلا لو الاتومز قريبه قوي كده من بعض تمام، وفي الالومنيوم ممكن تلاقي الاتومز قريبه اكتر مثلا فور اكزامبل، فهتلاقي ان كل ما الاتومز بتبقى قريبه قوي من بعض كل ما الريزيستيفيتي بتزيد، فكل ما الريزيستنس بيزيد. دي من ضمن الحاجات. حاجه ثانيه برضو احنا قلنا اصلا الالكتريك كارنت عباره عن الكترونز، فانت عندك الكبر هو اصلا عنده فري الكترون واحد، الالومنيوم عنده ثلاثه، لكن الكبر بيفقد الالكترون ده اسهل بكتير، فبالتالي الريزيستيفيتي بتاعته هتبقى عاليه. دي يعني حته، يعني كنت عاوز اوضح لك ان في فروقات ما بين الماتيريالز وبعضها،
دي اللي بتخلي الماتيريالز دي مختلفه عن بعض في الريزستيفيتي. طيب فالريزستيفيتي دي بتبقى كونستانت لكل ماده. طيب رابع حاجه اللي هي التمبرتشر، درجه الحراره. حتى احنا لو نفتكر اللي انا قلته في اول الدرس خالص الديفينيشن بتاع اومز لو، قلت الالكتريك كارنت انتنسيتي دايركتلي بروبورشنال البوتنشال ديفرنس between the terminals of the conductor at constant temperature. ده معنى كده ان كل ما درجه الحراره بتزيد او بتقل ده بتاثر على الريزيستنس، فبالتالي لو اثرت على الريزيستنس هتاثر على الفاليو بتاعت الالكتريك كارنت انتنسيتي والبوتنشال ديفرنس. فالتمبرتشر كل ما بتزيد كل ما الريزستيفيتي بتزيد وكل ما الريزيستنس برضو بتزيد. طيب وخلي بالكم يعني الريزستيفيتي بتعتمد على التمبرتشر والريزستنس بتعتمد على الريزستيفيتي، فبالتالي ممكن نقول ان الريزستنس بتعتمد على التمبرتشر. على سبيل المثال مثلا لو انت عندك كوندكتور اهو التمبرتشر بتاعته مثلا ب 25 ديجري سيلسيوس، وكوندكتور تاني التمبرتشر بتاعته ب 50 ديجري سيلسيوس. لو جيت تقيس الريزيستنس بتاع ده والريزيستنس بتاع ده مثلا فور اكزامبل لو الريزيستنس بتاع ده مثلا 2 اوم هتلاقي مثلا الريزيستنس بتاع ده 2.5 اوم، هي ما زادتش بنفس النسبه عشان ما تقوليش مثلا ان درجه الحراره زادت للدبل فالريزيستنس هتزيد للدبل، لا الكلام ده في اللينف ماشي هتزيد بنفس الايه؟ اللي هي بنفس البرسنتج. في الكروس سكشن الاريا هتقل بنفس النسبه او بنفس الريشيو، لكن التمبرتشر لا. تمام؟ طيب يبقى كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الريزستنس بتزيد. طب ليه بقى الكلام ده؟ وده ممكن يجي لي سؤال جيف ريزون ليه؟ انت عندك اي ماتيريال بتتكون من ايه؟ بتتكون من اتومز صح؟ طيب الاتومز دي في ما بينها وبين بعض في فايبريشن، في اهتزاز. فانا كل ما بزود التمبرتشر كل ما الفايبريشن ده بيزيد، كل ما الاهتزاز بيزيد، في اهتزاز الاتومز دي في اهتزاز ما بينها وبين بعض. فكل ما الاهتزاز بيزيد بيحصل عندي كوليجن او تصادم ما بين الاتومز دي وما بين الالكترونز، يعني مثلا هنا في الكترونز معديه درجه الحراره قليله فهتلاقي الفايبريشن قليله فالالكترونز هتمشي بسهوله. لكن هنا مثلا انت قلت لي ريزيستنس هنا مثلا ب 2.5، هنا انت عليت درجه الحراره فهتلاقي الفايبريشن ما بين الاتومز زاد، فالالكترونز لما تيجي تعدي هيحصل زياده في الكوليجن ده، هيحصل increase in the collision between the electrons and the atoms of the substance او of the material، فده هيزود الايه؟ هيزود الريزيستنس. فانا ليه كل ما بزود التمبرتشر كل ما الريزستيفيتي بتزيد due to the collision او due to the increase in the collision between the electrons and the atoms of the material due to the increase in the vibration. طبعا نتيجه الزياده في الفايبريشن of atoms of the material. تمام؟ دي كموديل انسر او اجابه نموذجيه للسؤال بتاعي. طيب انا بقى لو عايز اعمل ريليشن ما بين كل الفاكتورز دي وبعض، هو التمبرتشر مش عندي في الايه؟ في الريليشن دي، ليه؟ عشان التمبرتشر بتاثر على الريزستيفيتي. فبالتالي انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الريزستيفيتي والكروس سكشنال اريا واللينث، وهعمل رول ما بينهم هما الثلاثه وما بين الريزستنس اللي هو الرول ده. ار هو الار ايه علاقته بالال؟ دايركت. طيب وايه علاقته بالايه؟ انفرس اللي تحت. طيب لو انت عايز تشيل الريليشن دي وتعمل ايكوال، ايكوال هنا عندك كونستانت، مين الكونستانت بتاعك؟ اللي هو الرو اي او الريزستيفيتي. فالريزستنس اوف ا كوندكتور ايكوال رو اي ال اوفر الاي. فبالتالي هنا انت عندك دايركت ريليشن ما بين اللينث والريزستنس، وانفرس ريليشن ما بين الكروس سكشنال اريا والريزستنس. ف
طبعا ده كونستانت، ما اقدرش اقول دايركت ولا انفرس، تمام؟ لكن طبعا كل ما الريزستيفيتي بتزيد هنا بقى بتختلف باختلاف ايه؟ الماده واختلاف درجه الحراره. يبقى هنا بقى انكريزنج ذا تمبرتشر طبعا الريزستنس ويل انكريز. وهنا لو انت عندك كذا ماده باختلاف الايه؟ باختلاف الماده، كل ما الريزستيفيتي بتاعت الماده دي بتزيد كل ما الريزستنس ايه؟ بتزيد. يبقى انا مش هتكلم عن كوندكتور واحد، لو انا هتكلم عن ريزستيفيتي بقى، لو هتكلم عن ريزستيفيتي فبتكلم على كذا كوندكتور. باي انكريزنج ذا ريزستيفيتي اوف ديفرنت كوندكتورز ذا ريزيستنس ويل انكريز. اوكي؟ طيب. فبالتالي انا هاخد بقى ايه اكزامبلز عليها، ممكن نخليها في فيديو تاني. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو، لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك للقناه وتعمل لايك للفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.